من الاو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من حوار اليوم. ضيفي الامين العام للهيئات الاقتصاديه رئيس جمعيه تجار بيروت نقول شميس، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور استاذ جوي. بفتكر اليوم السياسه طبعا مهمه، بس المواضيع المعيشيه الاقتصاديه الماليه هي اليوم فارضه حالها على الساحه اللبنانيه. بدي بلش بمشاهد طوابير البنزين، وأنا دايما ببدأ حلقاتي بفضل بالأمور المعيشية. طيب، بيقولوا المعنيين أنه ما بقى عن جد فعلا حلت المشكلة ولو جزئيا ولو مؤقتا. ليش اليوم بعدنا عم نشوف هالمشاهد أمام محطات البنزين؟ هلا بدك تفتح على التهريب. لا أنا شوي شوي خلينا نفوت بالحلقة. أولا بدي أشكرك على الاستضافة وأقول أنه نهار السبت اليوم بالتقليد الأرثوذكسي منسميه سبت الراقدين، منستذكر بهالمناسبة كل اللي راحوا، كل شهداء الكنيسة والوطن وكل المظلومين والمتعبين، وتحديدا يلي من 46 سنة لليوم، يعني تاريخ بداية الحرب بلبنان لليوم، هالشعب اللبناني بعده عم بيتعتر وبعده موجوع. وتجسيد لهالشي المشهد اللي عم تحكي عنه، الطوابير أمام المحطات أو النطرة قدام المستشفيات والفرماشيات وغيرها. ست جوال، هيدا المشهد قديش مؤسف وقديش بحز بقلبنا، إنما هو متوقع للأسف، لأنه سوء الإدارة المالية والاقتصادية وغياب الحكومة بهالشكل المخزي اللي هلأ بنحكي عنه خلال الحلقة وصل لهون. أنت اليوم أمام معادلة مستحيلة، يعني عندك خيارين أحلاهم مر، يا بدك تريحي الوضع وساعتها تاخدي راحتك وبتستبيحي ما تبقى من أموال للمودعين اللي تحت تسمية يعني الاحتياط الإلزامي، وهيدا طبعا هالشي مخالف لأبسط القوانين والدساتير وكلها والملكية الفردية وغيرها. من مالية تانية، إذا بتحافظي على ما تبقى من أموال العالم ضروري أنه تشد إيدك، ورح تشوف المشاهد اللي عم نشوفها هلأ. اليوم صارت إدارة الدولة يومك يومك، يعني إجت الباخرة راحت الباخرة. معروف أنه نحن اليوم عنا يمكن حلحلة، وهيدي الحلحلة نحن مفروض نكون بمرحلة الحلحلة 10 أيام لقدام، مؤقتة يعني، مؤقتة 10 أيام يعني بالتمام والكمال، لأنه موضوع التهريب ما ممكن يغيب عن بالنا ست جوال. لما إذا بدك مرجعيات، مش المرجعيات الشعبية أو إذا بدك غير المعنية مباشرة، حتى المرجعيات الرسمية بتقدر نسبة التهريب ب40%، يعني غط الحمام طار الحمام. الشركات بتسلم المحطات من هنيك ورايح عم تاخد طريقة لما بعد الحدود. هذه المشكلة الأساسية. إذا أنت قادرة تضبطي هال40%، بطبيعة الحال يعني بحسبة بسيطة بتكوني وفرتي عليك المشكلة بهالنسبة ذاتها. دايما عم نحكي هيك، من اليوم عم بيهرب بكل صراحة؟ لأنه في فرقاء بيقولوا لك وعلنا أنه إيه صح في مشكلة تهريب، بس مش خلينا نكون واضحين، مش حزب الله هو وحده من يتحمل هذه المسؤولية، بالعكس بقول حزب أكثر حدا مساهم بضبط عمليات التهريب. وليش بعد هيك الأمور من يتحمل؟ أي جهاز اليوم يفترض أن يضبط الحدود؟ إذا بدنا نحكي الجيش اللبناني، طب ما الجيش عمل شغله صح ولا غلط؟ صح، الأجهزة الأمنية مفترض أنه تكون عم تعمل شغله. هلأ إذا في أفراد داخل الأجهزة، وأصلا الإعلام عم بيضوي على هالشي، إذا في أفراد مرتكبين مخالفين مرتشين هولي لازم يحاسبوا. ولكن ست جوال خذ الموضوع ببساطته، لما عندك السعر بلبنان بيكون يمكن ربع أو ثلث سعر اللي هو بسوريا، بطبيعة الحال ولك إذا حطيت السور العظيم تبع الصين حوالي لبنان ما رح يكفي ليهدي التهريب. هيدي شغلة مستحيلة. من هون موضوع الفارق بين الأسعار بين لبنان وسوريا رح يضل فاتح الباب. هلأ طبعا بعدين في ناس، يعني التهريب بلبنان هو رياضة وطنية لبعض الأشخاص والفئات من عشرات السنين، إنما يعني اللي بيبغوا الربح بهالطريقة الفاحشة اليوم هن المسؤولين. طبعا نحن ما فينا نلوم إلا الدولة، نحن مش شايفين إلا الدولة. طب مين الدولة أستاذ؟ الدولة الدولة يعني بكل رموزة، الدولة مين هي بكل الدولة رموزة؟ هل نحن مثلا كهيئات اقتصادية عنا ضابطة أمنية؟ هل نحن قادرين نحاسب؟
هل نحن قادرين نردع؟ أكيد لا. بدك أنت القوة القاهرة، مين بيملك القوة القاهرة اليوم؟ هي الدولة. نحن الدولة عندها دور سيادي، تعرف الدولة عندها مجموعة من الأدوار، أهمهم خلينا نقول الدور الرعوي أو الرعائي يلي هو الموضوع الاقتصاد والمساعدات الإنسانية وغيرها، تقديمات الاجتماعية، وعندك الدور السيادي. الدور السيادي يعني الدفاع، الأمن والقضاء. وموضوع التهريب يقع هون. أوكي، الدور التنفيذي هو للحكومة اليوم. طب ما في حكومة اليوم، حكومة تصريف الأعمال يعني ترفض القيام حتى بتصريف أعمال إلا ضمن نطاق ضيق جدا. واليوم عم ينحكى بمجلس النواب، وحضرتك أكيد مطلع، سمعنا بعض التصاريح مبارح أنه تعودوا شوي شوي الدعم حينشال عن البنزين عن الدواء، وبالتالي نحن أمام أسابيع ممكن تكون صعبة. طيب أوكي، في حال انشال هيدا الدعم استاذ نقولها، يمكن بخف مثل ما عم بتقول التهريب بنسبة معينة. نعم. خلينا نقول بنسبة معينة. نعم. بس كيف إذا رفع الدعم كيف هالشعب اللبناني بيقدر يستمر إذا لم تقرر بطاقة؟ أوكي، خليني هلأ يعني سؤالك شئين متشعب. متشعب، رح أوصل له تدريجيا. أولا موضوع الحكومة، موضوع تصريف الأعمال، لما الوضع يكون هالقد متدهور بالبلد لازم إذا بدك قراءة أو تفسير موضوع تصريف الأعمال يروح بالمعنى الواسع مش بالمعنى الضيق. إذن اليوم مش لازم نستسهل أبدا يلي عم بتقوم فيه أو يلي ما عم بتقوم فيه الحكومة. أنا برأيي هيدا من باب الخيانة العظمى. هالقد كبير الموضوع. عم تتهم الرئيس حسان دياب بالخيانة العظمى؟ أنا عم بتهم يلي مش عم بيقوم مسؤوليته، يلي عم بيتلكأ عن القيام بمسؤوليته بالخيانة العظمى تجاه الشعب اللبناني. وتذكري اللي عم بقلك إياه، بكرة التاريخ بده يحاسب. بس هو بيقول إنه حكومة تصريف عمل شو بدي بيقوله يعني. بيقول أنا بشوف العالم شو عم بتقول، هالإزلال اللي عم تحكي عنه اللي عم نشوفه على الطرقات، هالعالم اللي ما معه تاكل، هالنقص بالأدوية. بيقولوا لك إذا نحن ما دفعنا للموردين 600 مليون دولار بكرة ما بيبقى ابن مرة يبعت أدوية على لبنان. هيدا كله لا يحتمل اجتماع لمجلس الوزراء. أنا بدي أقول لك المواضيع اللي بدها اجتماع فوري. أولا موضوع البطاقة، وهلأ بدنا نستفيد فيه البطاقة التمويلية. ثانيا موضوع الموازنة. وأنا قديش سمعت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عم بقول يا خي بعطولنا هالموازنة على مجلس النواب خلينا نشرحها. الموازنة هي أداة لتفعيل الحياة المالية والاقتصادية. في غياب الموازنة كله مكربش بيكون. ثالثا موضوع ترسيم الحدود. احنا بنتذكر انه في يعني اعادة نظر بالمساحة الجغرافية وكذا، فخامة الرئيس قال انه هيدي بدها مجلس وزراء. تفضل يا مجلس وزراء اجتمع. بعدين عندك تعيينات بغاية الاهمية لسيما القضائية وغير القضائية. هولي الامور الاربعة، هالبنود الاربعة ما بيحتملوا اجتماع طارئ وعاجل واستثنائي لمجلس وزراء. أنا هيدي ما بتفوت براسي إنه نترك الأمور هيك، إنه نعتكف على تصريف، اعتكاف على تصريف الأعمال صار. هيدا شيء منه مقبول بالمطلق. هيك عم يتصرف اليوم رئيس ما بعرف. دياب، لأنه ما بعرف شو الحسابات مرشعية بالآخر سنية يعني. ما عليه، الكل تخلى عنه رئيس دياب، اللي سموه تخلوا عنه، وبالآخر إنه هو منه مضطر يتلقى فوق كرة النار بالوقت اللي فيه رئيس. ست جوال ما تقولي لي منه مضطر. هو عم وجهة نظر يعني. بدي أقول لك شغلة، ما في وجهة نظر. هيدا الدستور والعرف والحاجة، نسيت الدستور والعرف، الحاجة اليوم. رئيس مكلف ما بيقدر يتصرف طالما ما حاز على الثقة. أما اليوم المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة، حكومة تصريف الأعمال. هيدي ما في كلمة تلوع عليها. ما بيجوز إنه البلد يكون متروك بهالطريقة. لو إذا شركة بين إذا بدك مدير عام خارج ومدير عام داخل، مفروض أنه يلي ظاهر أنه هو يستلم الأمور. يعني هيدي هون على طريقة يعني يلي رايح كتر الأبايح ما بيصير. هالحكومة يعني خلاصة الموضوع بالشغل اللي عملته كانت كوارث، وبالشغل اللي مش عم تعمله كمان عم ترتكب كوارث. بس استاذ نقولها، هن بيقولوا في 97% من الانجازات انجزت، يعني حقق الرئيس دياب حوالي 97%. 97% من خراب البلد بلش بموضوع التخلف عن تسديد اليوروبوند. تتمر ايه بموضوع كان في انقسام حول هيدا. شو هو كان في انقسام ولكن الاراء الراجحه
الهيئات الاقتصادية اجت قالت له لدولة الرئيس انتبه، نحن مننبهك من عدم اذا بدك التخلف عن الدفع، لانه هيدي بدها تفوت لبنان بورطه ماليه ما شافها من 100 سنه. هو يضرب على صدره انه انا بعهدي ما بتصير والله هيك بعد... كان يقول ايه قال قدامنا، يعني قال لوفد الهيئات الاقتصاديه، قال له الدكتور جوزيف توربي اللي كان بوقتها رئيس جمعيه المصاريف، قال له دولة الرئيس هيدي هالشغله اذا صارت بدها تكون شغلك الشاغل لكل باقي ولايتك، ما بعد عندك قضيه تانية الا انه تجرب تلملم انعكاسات هذا القرار الخطير هذا. فهيدا نحن كلامنا، نحن قلنا للاخر، ولاحظي الهيئات الاقتصاديه بكل المحطات بيكون رايها الصائب، رجعي على سلسله الرتب والرواتب، ما راح اروح ابعد من هيك. فاذا بهالموضوع خطيئه مميته كان اليوم طلعت، بتتحمون بانكم بتحافظوا على مصالحكم الهيئات الاقتصاديه. نحن من وشو بتشوف انه هو كل شيء بيميل الى عم اقول لك الاطراف الثانيه، راس مال، اصحاب الراس مال، وحيتان المال اللي بعضهم بيوصفون الهيئات الاقتصاديه. ما بقى حدا بيحكي بهالطريقه ابدا. اساسا شافوا انه يا ريت ما مشينا بالسلسله، وانا تحديدا بتعرفي قديش عرضتها معك ومع الغير، من 10 سنين بقينا نعرضها، عم بيقولوا لنا دخيل الله اسحبوا سلسله الرتب والرواتب وردونا مطرح ما كنا بال 2017. خلص الندم ما بينفع لانه انكسرت التوازنات، لما تنكسر التوازنات الماليه ما في شيء بيرجع بهديها. وانما اخطر بعشر مرات من سلسله الرتب هو التخلف عن تسديد اليوروبوند، لانه كنا قادرين نلاقي اذا بدك حل جزئيا داخلي، لانه المصارف كانت تمتلك جزء كبير من هالسندات هيدي. وتذكر انه كان الهدف نخلي الاحتياط مشان ندفع حاجات العالم، فبدل ما ندفع مليار و200 دفعنا 7 مليار والحبل على الجراء. اذا هيدا خطا كان مميت، ووصل الدولار من ال2000 لل15000، من ال2000 لانه لما استلمت الحكومه الحاليه، قبل كان يعني 1006 1007. فاذا بموضوع البطاقه ست جوال، وهيدي ايضا بدها تكون من مسؤوليه الحكومه. اليوم مثل ما عم تقرأ بالصحافة، الحكومة قدمت اقتراحها وسيناقش على أساس. اليوم انت وانا قرينا الصحافة بتشوفي انه في تباين عم تحكي الأخبار وغير الأخبار، بتشوفي انه التباينات داخل حتى مسؤولية. مش مع انه داخل اعضاء الحكومة، يعني بتشوفي بين وزير الاقتصاد وزير المال ووزير الشؤون، خلينا يعني نكون واضحين 100%. يعني الجمل بمال والجمال بمال والحمل بمال ثالث، يعني قراءات مختلفة على كل شيء، مختلفين على المبلغ وعلى العملة وعلى المستفيدين وعلى طريقة الدفع، يعني اختلاف على كل شيء. فإذا لازم كان، وتذكر أنه بعثوا لكبوا لمجلس النواب اقتراحات ثلاثة أو أكثر، أنه أنت نقي. لا حبيبي مش هيك الأمور تمشي، الحكومة عليها أنه هي تعطي مشروع متكامل وساعتها مجلس النواب بنقي. نحن كجمعية تجار بيروت كنا من رعاة إذا بدك الدولار الاجتماعي سنة 2019 قبل الثورة ست جوال، قلنا أنه مبين فيها السلعة الثلاثة اللي هن البنزين والطحين يعني القمح والدواء نحن اللي حكينا عنه بالتاريخ 21 ايلول 2019، قلنا انه لازم يكون في دولار اجتماعي تنحمي هدول. بعدين صف شفنا انه بالتطبيق مع التهريب ومع اذا بدك التشاطر مع استفاده ناس مش لازم تستفيد، صارت قضيه عهر مالي القضيه فلتت. فبقدر ما كنا نحن اول ناس طلبنا فيها، كنا اول ناس قلنا وقفوا الدعم للسلع، روحوا باتجاه دعم الاسر. بعدين فاتت اذا بدك بجنس الملائكه، التفتيش عن جنس الملائكه، اي اسر لازم تستفيد. بس هيدا العهر المالي، هيدا الكلمه يعني مين تقصد؟ عهر عهر. من تقصد يعني الفئه؟ الكل. هذا كلام كبير يا حبيبتي. تحولت بالتطبيق الافكار الجيده بلبنان تتحول بالتطبيق الى شيء اخر كليا. فإذا بدك التطبيق كان فاجر وعاهر من الناحية المالية، إذا هالشي يعني بيكون معبر أكثر. فهيدا اللي وصلنا، نحن عم نقول يا خي واعطينا أفكار، ومش وحدنا كهيئات اقتصادية كمجلس اقتصادي واجتماعي، نحن احتكينا معه كتير للرئيس شارل عبيد، وساهمنا أنه تنوصل لمطرح يا خي أنتوا طرحوا على كل الأسر. أصلاً بال 2015 أنا طرحت مع الأستاذ مارسيل غاني بتذكر أنه بدنا نعطي بوقتها، لانه حتسينا انه الاستهلاك بلش يتعب.
بلبنان بال 2015 من 6 سنين اوكي انه اعطوه $1,000 لكل عائله لبنانيه من دون استثناء $1,000 هول بيعملوا $1,000,000,000 بيكونوا نوع من خميره تيرجعوا يحركوا الاقتصاد $1,000,000,000 بوقتها لانه مليون عائله مليون عائله صح ايه مليون عائله ب $1,000 $1,000,000,000 يعني اذا بوقتها كان عندهم تاثير كان بالحري اليوم شفتي كيف اليوم نحن بحاجه لهالمليار دولار وعم نجي نقول اوكي انه البنك الدولي صحيح في عنا هالقرض مخصص للاسر الاكثر فقرا وكذا ولكن منه كافي لانه من ميل انت بدك تحافظي على الحد الادنى فيما يتعلق بالقمح والادويه المستعصيه هول بدك تتركيهم على السلعه هول انما بالوقت ذاته بدك ترفعي الدعم عن السلعه الباقيه وتعوضي عنا بهالبطاقه هالبطاقه البنك الدولي عم بيقول انه في امور ما انسحبت ما استعملت من قبل لبنان مثلا للباص السريع وغيره بعد 100% ممكن مع انه الباص السريع كان هذا استثمار بينما اليوم عم نصرفهم لنطعم الناس ولكن هذا احق من كل شيء انا ملامتي انه يعني هيدي القضيه تستحق سفر من رئيس الحكومه على واشنطن يروح يقعد مع البنك الدولي يقول لهم يا جماعه نحن لبنان هيدا بلد عظيم هيدا بلد هو على قطر يعني هيدا بلد ايه على الصناديق نحن بحق لنا لا قدر راح يعني بده يروح على امريكا هنيك في حسابات سياسيه بس ما قدر مش يروح على البيت الابيض او يروح على الستيت ديبارتمنت يروح على صندوق على البنك الدولي ست جوال البنك الدولي هو ملك اعضائه ولبنان عضو مؤسس بالبنك الدولي من ايام بريتون وودز سنه ال 45 ونحن ولا مره انكسرنا ولا مرة أنه عم نضطر نطلب بهالطريقة هالشي اليوم إذا بدك إشباع حاجات اللبنانيين الأساسية وتفادي الزل اللي عم نشوفه اليوم نعم بيحمل 10 زيارات يروحوا يجيبوا $1,000,000,000 مشان تنقدر نطعمي هيدي الناس ولكن يعني غني عن التحت إذا بدك التوضيح أنه هيدي كلها تركيب طرابيش بانتظار الحل الشامل ما لم تشكل الحكومة لا يجي الحل الشامل بده يجي الحل الشامل وهون الطبقة السياسية بدها تتحمل مسؤوليات لا يجي لا يجي خليني بالبطاقة اليوم في بمجلس النواب عم يتناقش اقتراحين على أساس اقتراح الحكومة اللي هو ينعطى بطاقة ل 750,000 عائلة واقتراح تكتل لبنان القوي لا ينعطى مليون حوالي المليون عائلة بطاقات تمويلية مش بالدولار الكاش ولكن ببطاقات بيصرفوا عبرها شفنا في تباينات كتيرة بوجهات النظر ممكن برأيك أن تقر هالبطاقة ولا كله حكي بحكي وكله بالآخر حيرفع الدعم من دون مقابل بلا بطاقة بالوقت يلي حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال كان دائما يقول ما في رفع للدعم قبل ما نأمن شي تاني شو جوك بما يحصل في مجلس النواب وقد تقر أو لا؟ أنا برأيي أنه بدأ تقر ولكن يعني بدأ بعد ما استويت للأسف يعني لازم تقر مبارح ومن شهر ومن 6 شهور نحن نظرتنا كجمعية تجار بيروت وكهيئات اقتصادية أنه لازم تعرضيها على كل الناس لأنه بتبلش تنزلي من هونيك في ناس منا بحاجة في ناس عندها حسابات مصرفية كبيرة في ناس هي مش رح تيجي تطلب في ناس عم تستفيد من أماكن تانية هيك تنازليا بتبلش بالمليون ويلي بيتقدم خليني هون افتح هلالين وقول انه مثلا المنصة يلي استعملناها للقاحات وهيدا كانت تجربة مفيدة كانت ناجحة صح. عرفت كيف خلينا ننطلق من هون شو بدنا بهالليستات اللي عنا اياها بهالوزارات وهالكذا لانه كلها فيها تنفيعات وفيها خلفيات سياسية ومنفعية وكذا خلينا نطلب نحن نقول بكرة على بكرة يطلع المسؤول ما بعرف مين هو يقول انه نحن عم نجي نعرض على كل الاسر اللبنانيه يستفيدوا من خلينا نقول $1,500,000 اوكي $1,500,000 شهريا وبترجع بتتشرج كل شهر بالمصارف لكل العيال اللبنانيه يلي بشوف حاله معني والسواد الاعظم رح يكون معني هو رح يجي يتقدم هو بدي ياخذ هالخطوه هيدي ولكن بنهايه المطاف بدك تشوفي انه رح توصلي على 750 او 800,000 هيدي الطريق مش تبلشي من تحت لفوق بلشي من فوق لتحت أوكي. فإذن الآلية واضحة ست جوال يعني أنت بقراءتك الاقتصادية استاذ نقول أقرب إلى اقتراح تكتل لبنان القوي
ينعطى لمليون عائلة صح؟ نحن عم نعرض هالشي من سنة، أكيد أكيد ما في غير طريقة، وإلا بدك تختلفي على وين بدك تبلشي ولوايح مين، لوايح الجيش أو لوايح وزارة شو اسمه الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو غيرها. خلي الناس تجي تتسجل، الناس تعودت تتسجل، عندك مئات ألافات الناس تسجلت لتاخذ اللقاحات. يعني حتى اليوم العالم عم تسأل طب أنا شو بيأكد لي أنه رح يحصلوا العالم على البطاقة أو هيدا ما حتكون لحسابات سياسية انتخابية؟ نحن الانتخابات على الأول. أنا عم بقلك شو، لما العالم تتسجل وتقولي أنه الكل مستفيد ما بقى فيه انتقائية، ما بقى فيه استنسابية، لما تعرضية على الكل انتهت الاستنسابية. هلأ بعدين تذكر أنه خلال كورونا خلال الحجر كانت العالم تسجل اسمها مشان تظهر ساعتين، شفت كيف؟ فهل هالثقافة هيدي بين قوسين، هالثقافة ثقافة التسجيل على المنصة هيدي شغلة جيدة، استعملوا منصة، اتركوا الوزارات على جنب، خلي العالم تروح مباشرة تتسجل وهي تقدر، وبعدين الكل ملزم هون الدولة لتعطي ضمانة، هيدي بتكون بكفالة الدولة. تمويل هالبطاقة، تمويل هالبطاقة هيدا اللي عم نقوله أساسا من البنك الدولي، البنك الدولي من القروض. من القروض أكيد أصلاً. قروض ما في غير قروض أصلا، بس يا محلى القروض تبع البنك. بيقولوا لك من الاحتياطي، ليه ما بي الاحتياطي عم ترجع أنت تحط إيدك عم تسطي على أموال الناس، يعني اليوم أموال الناس ولا لا شو عم تسطي على ما تبقى منها. على ما تبقى، بس قبل يعني كانت الشكوى على مصرف لبنان إنه استعملت لنا أموالنا، قامت الدنيا وما قعدت. طيب اليوم ويمكن اعتبر ما كانت واضحة الأمور لكل الناس بوقتها، مع أنه كان لازم تكون واضحة أنه نحن كيف كنا عايشين بهال إذا بدك بهالقدرة الشرائية العالية ونحن ما بننتج شيء. واضح أنه كان في استعمال لمدخرات اللبنانيين لتعزيز القدرة الشرائية تبع الكل، هيدي بوقتها. هلأ اليوم العالم كله شايفة بأم العين أنه هالأموال، الأموال تبع المودعين، مصرف لبنان مش انه من عنده من عندياته، عم بيلزم ملزم من قبل السلطه السياسيه انه يصرفوا على الدعم، ملزم. شفتي وين القصه؟ فمشان هيك اليوم الوضع يختلف عن السابق، وهولي الاحتياطي الالزامي، هولي الاحتياطي المصارف ملزم تحطهم بمصرف لبنان. فاليوم مبين انه المسؤول عن تبديد الاموال لدعم سلع. على مكتل السلطة السياسية. أكيد السلطة السياسية. بالوقت اللي السلطة السياسية أو المسؤولين بيرموا هذه التهمة على حاكم مصرف لبنان وبيقولوا لك إنه الحاكم كان يطلع يقول الليرة بألف خير والودائع موجودة وما في أي جوال. مشكل بالموضوع. أنا عم أقول وجهة نظر السياسيين يعني. ست جوال. نحن مش عم نلوم إذا بدك سياسيين. محددين. عم نقول الدولة اللبنانية كشخصية معنوية. أنا ما بهمني إني روح ولا إكس وإجراك، بيقول الدولة كانت مسؤولة. كيف مسؤولة؟ بالبيانات الوزارية المتعاقبة يحكوا عن استقرار سعر الصرف، وبالبيانات وبالموازنات السنوية. السنة الماضية الموازنة شو طلبت؟ طلبت قروض من مصرف لبنان وطلبت مساعدات كمان من القطاع المصرفي. عم بقلك شو بدك بالماضي تطلع اليوم؟ مصرف لبنان ما قال إنه أنا بدي وقف الدعم بنهاية أيار؟ حذر وبعده عم بيقول مصاري. بعده عم بيقول هلا بالتوازي بانتظار هالشيء في تطور مهم، هو موضوع البنزين كنت عم تحكي عنه. صار مبين اليوم انه رح ينتقلوا من 1500 على 3900، يعني بتحديد سعر التنكي. هذا هو التوجه هيك انه يصير هيك. الدعم على 3900 مبين هيك، سمعنا الوزير غجر ويعني الاوساط مصرف لبنان. كان خطا الوزير غجر لما قال، فهم خطا لما قال انه يستعملوا شيء ثاني كان قصده البطاقه كما ما بعرف. انا ما بدي فوت بهالجدليه، هيدا يمكن ما كانت كثير موفقه. ما كانت موفقه الحقيقه، يعني هو اكيد نيته مش سيئه طبعا، يعني عم بيوصف وضع، بس التعبير ما كان موفق. ماشي الحال، مش رح نشنق مشان هذه الشغله، يعني هذه لا احد يعمل ولا يخطا، ما في مش هون النقطه. النقطه انه عم بيكون في نوع من الواقعية، ومبين انه بانتظار اذا بدك البطاقة التمويلية بده يكون في انتقال حتمي من 1500 على 3900، وهيدي ممكن توصل سعر التانكي ل 60000، يعني هيدي الارقام صارت واضحة. بينما اذا رفع الدعم كليا بدك تطلعي على 200000، لا سمح الله لا سمح الله. فاذا الشيء اذا بدك الظرفة
هو هذا بموضوع النفط لحوالي بس 3 اشهر على 3000 100% على 3 اشهر مش اكثر من هيك. فبس مشان هيك بهال 100 يوم بهال 3 اشهر بالشهر الجاي انا بقول من هون لنهايه تموز لازم قصه البطاقه تكون انتهت انحسمت كليا من هون لتموز من هون لنهايه تموز يعني انا بعطيها 40 يوم القصه 40 يوم تمام عندي بدها تنحسم هيدي ما بتنترك هيك هيدي ست جوال بتفجر الوضع الاجتماعي بتفجره هو البنزين لحاله يفترض ان يفجر نحنا الوضع نحن على ابواب موسم صيف ناطرينه يكون يعني اذا بدك واعد شوي مشان تناخد نفس تناخد نحن كلبنانيين كلنا سوا على المغتربين اكيد اكيد المغتربين اليوم اليوم الامان اللي بين ايديهم كتير كبيرة مشان هيك نعول على قدومهم نحن بكثافة مشان يساعدوا بانتشال الوضع المالي فإذا اليوم في أنا برأيي مهل لازم تنحط مهل على المجلس النيابي إنه من هون لأربعين يوم بتكون انتهيته بموضوع البطاقة التمويلية طيب أستاذة نقولة كنت عم تحكي على قصة مسؤولية السلطة السياسية من دون تحديد أنه هيدا الحزب أو هيداك الحزب عم تحكي بشكل عام وواضح اللي عم بتقوله بس اليوم في بعض الاتهامات توجه للحاكم أنه ليش ما طلعت وقلت للمسؤولين أنا ما بقى قادر إلا آخر شيء هلأ بهيدا الفترة ليه قبل كان دائما نكفي بسياسات الدين للدولة اللبنانية لو وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ودائما دائما معليش لأنه أنت بتفهم بموضوع الاقتصادي نعم. وبتفهم بالموضوع المصرفي وشو يعني هندسات مالية في عالم إذا بتحكي بس ما بتعرف شو يعني هندسات مالية الهندسات المالية تؤخذ على حاكم مصرف لبنان إنه خربت الدنيا وهي أوصلتنا اللي نحن فيه اليوم وضح لنا معليش بعرف صار موضوع متكرر بس خلينا نعرف ماذا كان دور الهندسات المالية بس بقراءة موضوعية أكيد أكيد بقراءة موضوعية أولا الهندسات المالية شيء يقام فيه بكل دول العالم هلأ آخر سنة ونص من أيام كورونا لهلأ في 18 دولة بالعالم عملت هندسات مالية بس أي فوائد هون المشكلة؟ الفوائد هي السوق بيفرضها مش أنت بتقولي أنا بدي حطها على 1% أو 5% أو غيرها مثلا تركيا ومصر حطوا فوائد أعلى منها بكتير بهديك الوقت خلينا نرجع بالذاكرة على سنة 2016 بوقتها بلشت الهندسات المالية هلأ البعض بيقلك أنه هيدي ساعدت بعض المصارف يمكن بدي أقلك شغلة المصارف لما بتكون سيستميك يعني أهميتها كبيرة بين مثلا خلينا نقول أكبر 5 مصارف وهي على أبواب التعثر مش لبنان أمريكا بتضخها بإمدادات مالية مشان تضلها واقفة على إجريها لأنه تخيل إذا فرط مصرف كبير هيدي مع دومينو إفكت بتطير القطاع المصرفي كله وتذكري سنة 1966 لما بنك انترا وقع بهداك الوقت الدولة تدخلت بقوة مشان تحسن النظام المصرفي فإذا حتى إذا جزء منها كان أنه تنخلي مصرف واقف على إجري هيدي شغلة بحد ذاتها مبررة ولكن مش هذا الأهم الأهم أنه كان لبنان بلا رئيس جمهورية من سنتين يعني من بلشت بأيار 2014 والهندسات المالية صارت بآب 2016 مزبوط؟ صح طيب هلأ الانتخابات الرئاسية صارت بـ 31/10 يعني الهندسات المالية ما كان فيها تتنبأ أنه رح يصير فيه كان فيه تسوية ويصير فيه انتخاب كانت عم تحتاط لأنه كان فيه نزيف بالاحتياط الإلزامي النزيف قديش كان كبير طبعا مش بس بسبب الوضع السياسي بسبب الحرب بسوريا وغيرها من 2011 لل 2016 وهون أنا بدي استند على الأرقام تبع الدكتور سمير حمود يلي هو كان رئيس لجنة الرقابة على المصارف يلي عنده قراءة مميزة على الوضع المالي بهيداك الوقت بسمع إنه اللي قالوا على قصة الدولار قامت لقيامي إنه سعر هلا قصة الدولار هحكي فيه بعدين نوصله فإذا أنت كنت راكمتي عجز بميزان المدفوعات 10 مليار دولار وال 2016 كنت رح تراكمي كمان عجز إضافي 10 مليار دولار كان لبنان طار فإذا أنت بحاجة لدولارات أنت بلدك مدولر شئنا أو أبينا فإذا هالدولارات إذا ما بيجوا على إجريهم بيجوا على إجريهم لما أنت بيكون عندك اقتصاد منتج بتصدري سلع بتصدري أغذية بتصدري خدمات لأنه الخدمات بتصدري سياحة كل هيدي بتفوت عملات صعبة إنما هالعملات الصعبة لما ما تعود تجي
بسبب الحرب وبسبب سوء الأداء السياسي وكذا هيدا بدك أنت تدفعي حقها لتجي تجيبيها. كل شيء صار إنه إجا مصري في لبنان قال لهم للمصاريف أنا بحاجة لدولارات، جيبوا لي دولارات من برا. أوكي؟ بعض المصاريف جابت دولارات من الأموال عند المصارف المراسلة بالخارج، أوكي، جابتهم على لبنان، وبعضها جاب جزء من ودائع جديدة من زبائن جديد بالخارج، يعني أو موجودين بالداخل ولكن جابوا أموال بالخارج. فإذا صدقي أو لا تصدقي، الهندسات المالية ساعدت ما أزيت، لأنه جاب الدولارات مش بس من برا لجوا، إنما جابتها كلها راحت على مصرف لبنان. بالمقابل المصارف ما استفادت بولا دولار، خليها تكون واضحة. كيف ما استفادت بولا دولار؟ عم بقول لك كلامي دقيق ست جوال، عم بقول ما استفادت بولا دولار. حطت الدولار بالمصرف المركزي، كانت إذا بدك الحوافز اللي أخذتها هي بالليرة اللبنانية. بالليرة اللبنانية منعت من صرفها، من تحويلها إلى دولار، منعت من إخراجها إلى الخارج، وطلب منها لأنه في تنظيم الـ IFRS 9، هيدا بالمحاسبة، طلب منا أنه تترك هالأموال بالليرة لدعم رسمالها الداخلي. إذن المصارف إجت هالدولارات من برا راحت على مصرف لبنان، وحتى الدولارات كانت موجودة عندها راحت على مصرف لبنان. فإذن المصارف ما استفادت بشي، لأنه بقيت يعني هالمجمدة بالرأس المال وراحت بال2019، راح الرسمال، وما قدرت لوزعتها ولا حولتها دولار ولا حولتها للخارج. أما الصورة مختلفة بالمصرف المركزي، لأنه إجا حجم كبير من الدولارات من برا. أولا الميزان المدفوعات كان إيجابي بال2016، وهالأموال راحت على مصرف لبنان، وهي لليوم هي اللي عم بتمول الدعم اللي نحن عم نشوفه اليوم. أموال الهندسات المالية أكيد هي اليوم أكيد عم بتمول. وإذا ما كانت موجودة كان وقع الوضع بال2017. ليش بال2017؟ لأنه إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هيدي شغلة فظيعة، هيدي هرطقة اقتصادية لوقتها. هلأ لما بعض السياسيين طلعوا استاذ الأولى وانتقدوها وقالوا إنه ما بتسوى، يعني بفتكر وقتها كان وزير بسيل ضدها، وقاموا الإيابة صاروا يخونوا على مسألة الجيش، يعني إنه كيف وما كذا، ويحطوها بقصة إنه معقولة عم بتوقفوا أمور خاصة بالجيش وخاصة بأساتذة وخاصة ب، يعني كمان مع الأسف إذا بتقول الواقع مثل ما هو تحمل أكثر. المهم إنه قطعت بكل المراحل، قطعت بآخر 100%، قطعت. وبتذكر أنا هيدي بكررها لأن كثير مهمة، صار في عند فخامة الرئيس ب 14 آب 2017 عشية عيد السيدة، جمع ما سماه بوقتها طاولة اقتصادية، لأنه كان القانون على مكتبه أنه بمضي أو ما بمضي. أوكي أنا بشهد أنه كان حاكم مصرف لبنان عنده تحفظ بهذاك الوقت، كان عنده تحفظ، بس كان في اعتراض أقوى. أنا عم بوصف لك إياه من الأب بطرس عزار، كان أمين عام المدارس الكاثوليكية، اللي قال هيدي السلسلة رح تطيح بالتعليم الخاص، ومن عبدك الفقير. وهيدي الوزير الإعلام ملحي مرياشي قال بعد الجلسة، أنا قلت هيدي رح تطيح بالقطاع الخاص، هو قال عن التعليم الخاص وأنا قلت القطاع الخاص. هيدا كان، والحاكم حكي بأصله بهديك الوقت، ما أنا كنت موجود. فإذا من أصل 30 شخص صارت هالاعتراضات هيدي، بتعرفي قامت القيامة وهيدا. فإذا 2017 كان انكسر الوضع لو ما كان فيه الهندسات المالية. وتذكري كمان أنه 2017 صار فيه استقالة رئيس حريري بالسعودية، يلي صار فيه تحويل، يعني أموال ما... تحويل أموال من اللبناني على الدولار وخروج أموال لبرا. فإذا كانت جرعة كتير تقيلة، كتير تقيلة، ولكن لو ما صارت صدقي أو لا تصدقي كان الوضع بعد أسوأ بكتير من هالموضوع هيدا، لأنه جاب الدولارات ما ظهر الدولارات. طب تعليقك على أنه الكل دائما بيسألوا ليش الحاكم ما كان يطلع ويقول لا الليرة منا بخير ونحن بوضع يرسى له، لازم تعملوا هيك ولازم كذا، ليه ما صار؟ هلأ بدي أقول لك شغلة، بمصارف حكام مصارف المركزية بالعالم كلهم ويجبهم أنه تطمن، شو بدهم يطلعوا يعني يقول أنه الليرة منا بخير؟ كان يقول للمسؤولين انه الليره منا بخير، ونحن بنعرفها هيدي لكل المسؤولين يعني مختلف المواقع، انه يا جماعه الليره منا بخير.
شفتي كيف؟ للجمهور انه انت ما بدك كمان تموتي الجمهور رعبه، حتى اذا طلع بكره بامريكا حاكم المصرف المركزي بيقول الدولار مش بخير وهيدي مين ممكن يصدقها؟ ما حدا بيصدقها، برضو اذا صار هيك بيهبط الدولار تاني يوم 10% تجاه اليورو والين وهيدا، شفتي كيف؟ ومن ناحيه ثانيه هو كان مثلا بموضوع السلسله لانه هي كسرت البلد، قال يا خي قصتوها على 5 سنين، ما نسينا هالكلام يا ست جوال، ما نسيناه، شفتي كيف؟ فاذا نعم قال مطرح ما لازم، انا ماني بموقع الدفاع عن حدا، بس انا عم بعطي عم بوثق المشهديه لان العالم تنسى، العالم بتروح بالعجقه وبتنسى شو صار. كثير هين الواحد يرجع على ارشيف التلفزيونات بيشوف مين حذر مين ما حذر، مثلا الوزير رائد خوري سنة 2017 طلع شو اسمه دراسة فرجيهم انه بال 2021 رح نوصل على الكارثة الموصوفة، قامت لقيامة عليه بمجلس الوزراء، قامت لقيامة وما قعدت. فإذا كان في أصوات بالهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء وبعض رؤساء الكتل وهيدا يقولوا يحذروا، ولكن إذا بدك راحت كلها هيدي يعني انجرفت جرف للأسف للأسف انجرفت جرف. طيب بإطار الحديث عن حاكم مصرف لبنان، برأيك أستاذة الأولى أخطأ بأماكن الحاكم ولا لا؟ برأيك أنه رياض سلامي قدر أرسى استقرار إلى حد ما، وبالتالي ما وصلنا إليه مش هو بيتحمل مسؤوليته، ولا العكس تماما أنه هو رأس السلطة النقدية وتعود له القرارات وكان في ياخد المبادرة؟ هلأ سيد جوال نحن منا بجلسة محاكمة لحاكم مصرف لبنان، لا طبعا ولكن نحن ما عم نتهم ولا عم نبرر، وهيدي هي. ولكن أنا بدي أقول لك أولا من الآخر، برجع على سؤالك، من الآخر السياسيين مسؤولين 10 مرات أكثر، 10 مرات من مصرف لبنان. ولكن أنا يعني في شغلة سيد جوال أساسية، السياسة النقدية هي ردة فعل مش فعل، السياسة المالية هي الفعل. السياسة المالية لما يكون فيها عجز 5 مليار دولار بالسنة، السياسة النقدية مضطرة إنها تلبي وتسكر هالعجز وتتدين، شفت كيف؟ مشان لا تقدر تسيسر أمور الدولة. فإذا السياسة النقدية هي ردة فعل، أنت ما بتجي بتحاسبي يلي مولك، ما بتجي تحاسبي يلي مول، تحاسبي يلي أنفق، بدك تشوفي وين الإنفاق كان. إنما مع هيدا كله أنا بقول أنه مثلا بالسنين المناح بلبنان، يعني سنين التوسع بال2009 و2010 اللي كان العالم كله عم يتخبط بأزمة مالية غير مسبوقة، كان لبنان بالذروة، كان لبنان بالذروة، فات بالسنة 10 مليار أو شيء هيك. أنا بقول يا ريت بهيداك الوقت إذا بدك وقفنا دعم الليرة، يا ريت أنا من عندي عم بقول لو افتكرنا إذا بدك فك الارتباط، نعم، وتعويم الليرة بهداك الوقت، طالما عم بفتلك هالقد مصاري كان ممكن أنه السوق المالية ترجلش حالها. شفتي أنا بشوف أنه يمكن هذا الاختبار كان لازم نحن نعمله. خلينا نبقى بالمركزي ونحكي على التعميم، نعم، اللي طلعت من حاكم مصرف لبنان. في كتير حكي قال أنه أموال المودعين طارت وأموال المودعين تبخرت وما بقى حدا يحصل على دولار واحد، يعني في كتير كان تهويل وما أقول تهويل واتهم بمكان ما، خلينا نقول في كتير خوف كان عند العالم أي مش موجودة أموالها. بيطلع التعميم 154 اللي هو ألزم في المصارف تكوين سيولة وتأمين 3% و20% زيادة الرأسمالية، هيدي غير الأمور الباقية. ومن بعده التعميم 158 هو فاجأ كتار، وكان فعلا يعني حتى مواطنين تفاجأوا قبل المسؤولين السياسيين بأنه هالتعميم بيلزم المصارف أنه تدفع 400 دولار كاش لكل مودع، أكيد في كتير شروط ما قبل 2019، و400 مقسطين. برأيك أستاذة الأولى موجودين هالأموال فعلا؟ ما في خوف على أموال المودعين؟ هل سيطبق التعميم 158 وستلتزم المصارف مع نهاية حزيران ونبلش فعلا العالم يلمسوا هذا الأمر؟ أوكي، هذا سؤال كتير مهم. أنا بقول أنه من سنة ونص لليوم طلع 3 تعميم جوهرية، أولهم 151 اللي هو سمح للعالم أنها تسحب إلى حد معين أموال
على سعر 3900. هيدي الى حد ما سيسرت المواضيع وتم الالتزام فيها. التعميم الثاني اللي حكيتي عنه هو ال 154، هو كان هيدا اذا بدك ينطوي على مجموعه من الامور. نعم. اولا انه نزيد الرسمله بنسبه 20%، وعرفنا انه عمليا كل المصاري غالبيه المصاري ايه غالبية بالثلاثة بالمية، إنما بالعشرين بالمية كلهم؟ آخر معلومات إنه كلهم. أوكي. عملياً كلهم التزموا بزيادة رأس المال بنسبة 20%. هاي شو بتعني؟ عم تعني إنه المساهمين يلي هن أكلوا البوكس الأكبر، ما ننسيها هيدي، أكبر من المودع بعد، لأنه هالمساهمين أغلبهم رجال أعمال لبنانية وعرب إجوا وثقوا، كان عندهم ثقة بالنظام المصرفي وبالاقتصاد اللبناني، وحطوا أموالهم كمساهمات مصرفية، فأكلوها البوكس الأكبر لأنه عملياً انمحت، ولكن الله راد ترجع بتتكون شيئاً فشيئاً. فإذا هول الجماعة أغلبهم إجوا قالوا أنه لا، نحن بدنا نجي نزيد هالعشرين بالمية. هيدا شو بيكون؟ هيدا فعل إيمان بالمؤسسة المصرفية تبعيته وبالقطاع المصرفي اللبناني. هلا قصة 3% صارت أصعب، لأنه المصارف عندها التزامات خارجية بالمصارف المراسلة. تجاه المصارف المراسلة، أوكي، كانت كتير كبيرة، كانت لحدود 6-7 مليار وانخفضت. إنما بشأن النفس غالبية المصارف قدرت جمعت هالأموال منهم بالآخر، قيل إنه لملموا ندفع الدولارات بالداخل، وهيدي اللي ساهمت برفع سعر الصرف بنهاية شباط. هيدا انت بتأكدها انه المصارف شفطت الدولارات؟ لا لا، ما بدي استعمل كلمة شفطت، بدي اقول وقلت انا قيل، يعني انا عم بقول انه هيدا اشاعة كانت. بس التزامن يعني نهاية شباط ممكن يفسر انه يمكن كميات صغيرة، لانه بتعرف السوق الداخلية كتير صغيرة يوميا. ولكن ما بيمنع انه مشان تا يوصلوا على 3% لملموا يمكن بعض عشرات ملايين الدولارات من السوق الداخليه. ممكن انا عم بستند مثل ما بيقولوا بالانجليزي circumstantial evidence، يعني اثباتات او دلائل ظرفيه، شفتي كيف؟ لانه تزامنت مع نهايه الـ يعني الفتره ب 28 شباط. فاذا التزموا. هلأ كتير مهمة هيدي، لأنه المصارف المراسلة وقفت جزء من علاقاتها مع مصرف لبنان، فالخوف إذا لا سمح الله وقفت علاقاتها مع المصارف التجارية، لبنان ببطل القادر لا يستورد ولا يصدر. نحن منكون رجعنا بالفعل للعصر الحجري من الناحية المالية. فمشان هيك ضروري أنه يكون في موجودات خارجية لدى المصارف المراسلة. هلا ال 154 كمان طلب استعاده اموال، هيدي صعبه بفتكر ما تطبقت والله. هلا هيك الشعار هو هيك، بس لما بتحكي مع المصرفيين بتشوفي انه رجع مصاري، خاصه من مثلا تجار كتير كبار او ناس معرضين سياسيا او مصرفيين، في قسم رد مصاري، هيدي شغله ثابته. وانا بقول يعني مصرف لبنان عم بدقق بهالموضوع، مش انه شغله فلتانه، المصرف المركزي عم بيعمل شغله بهالموضوع. فاذا نعم التعميم 154 من ناحيه الاسترداد عمل شغل، تنكون منصفين. بس اول حدا اول شخص بيقولها قصه استرداد الاموال، منها هينه، منها سهله. لا منها سهله، بس عم بقول لك اياها انا من باب اللي عنده شويه معلومات، انه يمكن مش بالنسب الكبيرة، ولكن تم استرداد والمصرف المركزي تحقق من هالموضوع وبرافو عليه بهالاتجاه هيدا. يعني أصبحت المصارف قادرة على تطبيق من وراء التعميم 154 تطبيق ال 158، علما أنه هي عندها تحفظات على استخدام هلأ ال 158. ما بدنا نفرح بسرعة ست جوال، لأنه المصرف المركزي قال أنه هول الأموال اللي استردوا على أساس ال 154 لا تمس بدفع ال 400 دولار من قبل المصارف. هيدي لا تمس، هيدي اللي استردوها من برا وضعت لخمس سنين بحسابات خارجية، عرفت كيف؟ هيدي لا تمس. المصارف بدها تستعمل من 3% تبع المصارف المراسلة، وهيدي مش قبلين فيها ولا قبلين المصارف؟ المصارف هلأ مثل ما صرنا عارفين كلنا أنه بدها تمشي الحال على سنة. هلا انا كنت فضلت انه ما نمس بال3% لانه عايزينها في عندها اذا بدك اغراض خارجيه،
مش اولا طمأنت المصارف المراسله، ثانيا سيسرت بعض الامور، فتح الاستنادات والمستندات التجاريه وغيرها. فاذا انا كنت فضلت ما ندقرا هدول. كيف اذا ما بدنا ندقرا من وين بيكون بيجيبوا مصاري؟ انا كنت بفضل انه ننزل بالاحتياط الالزامي من ال 15 ل 13% طالما هول اموال الناس اساسا. شفتي كيف ننزل؟ كنا فكينا اسر خلينا نقول 3 مليار دولار، قسم منهم كنا استعملناه لتوزيع هالاموال. ما منقول انه المصارف بتجيب نص ومصرف لبنان بيجيب نص، ما هن كلهم جايين من المصارف وكلهم للمودعين احتياطي. ما هو هو المصدر هو ذاته هو المودع، اذا كانوا محطوطين بنيويورك ببنك اوف نيويورك مالون، او اذا كانوا محطوطين بمصرف لبنان، هن بالنهايه كلهم للمودعين. هيدي وجهه نظر المصارف، هيدي وجهه نظر المنطق هيك بيقول، كلها للمودعين هول، مش عم نقول للمصارف، هول للمودعين. ست جوال هيدي اموال مكرسه للمودعين. فاذا انا كنت انا مع يتوزع مصاري للناس اكيد. نعم. مشان تنريح الناس. يعني انا برايي انه مصرف لبنان بباله انه بدل ما هالاموال تروح تهريب وتفيد ناس غير لبنانيين خارج الاراضي اللبنانيه، خليها تروح عند اصحابها. هيدي شغله انا بشوف صايبه بانتظار الحل الشامل اللي حكينا عنه. بانتظار حل الشامل رح نطلع فاصل، ولكن حكفي من بعده على الكابيتال كنترول، على التعميم بدي ارجع كمان توسع شوي فيه، وكثير من النقاشات الاقتصادية وحتى السياسية مع نقولها شماس. فاصل ونواصل هذه الحلقة من حوار اليوم. عودة لحوار اليوم مع الأمين العام للهيئة الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس. سأكمل أنا وياك الحديث الاقتصادي، ولكن خلينا نتابع الشق السياسي مع عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطلة. صباح الخير. صباح النور. صباح يا أهلا وسهلا كمان أستاذ نولا. صباح الخيرات أستاذ جورج. سعادتك، يعني السؤال البديهي اليوم، نحن بمراوحة قاتلة حكومية، صح ولا غلط؟ والمتوقع تتوجه الأنظار إلى ما كشفته حضرتك أنه رئيس الجمهورية لن يبقى منتظرا ولن يبقى ساكتا. شو رح يعمل؟ في مبادرة، وحكيت عن مبادرة بعيدة عن الرسائل المعتادة والكلمات، في شي مبادرة لرئيس الجمهورية؟ متى تتبلور وشو هي؟ يعني الكل عم يسأل شو ممكن بعد يعمل الرئيس عون. بطبيعة الحال يعني خلينا نقول انه الوضع القائم هو وضع سيء مستمر بالمراوحة القاتلة على قاعدة الرفض المستمر من رئيس الحكومة المكلف على القيام بمهماته ومحاولة وضع العراقيل امام اي تشكيلة حكومية تراعي الدستور والميثاق. بدنا نبلش من هون، هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون واضح أيضا أن هناك استفافات تظهرت، كان عندنا أحساس أو شعور أو خليني أقول معلومات أو معرفة غير مثبتة بالظاهر أن هناك مجموعة تشكل خليني أقول استمرار لفكر سياسي اقتصادي عمره سنوات طويلة، وصلنا لهون لا يزالون يكابرون بهذا الموضوع، لا يزالون يكابرون بهذا الموضوع من أجل يعني ممانعة حصول أي تغيير. ثلاثة، فيما يتعلق بموقف فخامة رئيس الجمهورية، الشيء الأساسي أن رئيس الجمهورية لن يبقى مكتوف اليدين، هذا شيء واضح. في آخر رسالة رد فيها على بيان رئيس مجلس النواب مصادر الأزهر أو باسم رئيس الجمهورية كان واضح بأنه لم يقل تلميحاً وإنما تصريحاً فخامة الرئيس بالبيان المذكور بأنه كان مزمعاً أن يدعو إلى طاولة حوار أو إلى حوار بشكل معين بين القيادات السياسية والحزبية والوطنية من أجل الخروج من هذه المراوحة وإيجاد الحلول، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. أنا فيني أجزم أنه رئيس الجمهورية لديه هذه الورقة وأوراق أخرى بين إيديه. بطبيعة الحال هو المخول وحده وفقط وحده بأنه يعلن عنها في الموعد والتوقيت الذي يجده مناسبا ويعني مفيدا. لذلك أنا بعتقد أنه الأسبوع القادم سيكون أسبوع فيه الكثير من التطورات على هذا الصعيد، والكلمة الفصل ستكون لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون.
طيب يعني قلت في كتير بعد أوراق غير طاولة الحوار صح؟ أنه ممكن يستخدمها رئيس الجمهورية وأنه الأسبوع المقبل هو سيكون في كتير تطورات صحيح لكون نعم. أنا هيك طيب صحيح بس صحيح، لأنه رئيس الجمهورية نعم يعني موهوم من يعتقد أنه يعني يمرر الوقت بالانتظار، هو بس يسابق الوقت لإيجاد الحلول نعم. ووضع المخارج واللي هي متوافقة مع الدستور ويعني متوافقة مع دقة المرحلة اللي نحن عم نعيشها. بس سعادتك أنت تجزم إنه الأوراق اللي ممكن يستخدمها غير الرسائل والكلمات صح؟ إيه بطبيعة الحال، بطبيعة الحال غير الرسائل والكلمات. طب لمح لنا شوي عن هالمبادرة يعني شو ممكن تكون؟ أنا برجع بقول إنه فخامة الرئيس مرر شيء من هذا الموضوع ببيان رئاسة القصر ردا على كلمة رئاسة المجلس النيابي، وبلش الموضوع عن الحوار، وهو يعني المعنى الأول بأنه يعلن عن خطواته فخامة الرئيس. ما حدا منا مخول لا يحكي بهذا الموضوع ولا يستبق هذا الموضوع، هو حصرا عند فخامة رئيس الجمهورية. يعني الأسبوع المقبل سيحمل تطورات على صعيد مبادرة رئيس الجمهورية. هل جوكم انه رئيس الحريري ممكن يقدم مثل ما انحكى اليوم انه تشكيله جديده على قاعده 24 وزير؟ في شيء بهيك جو ولا ابدا وما في ولا اتصالات حكوميه؟ على مستوى الاتصالات الحكوميه لا ما في شيء، يعني انا فيني اجزم واكد انه ما في عندنا اتصالات جديده، ما في طروحات جديده، ما في خليني اقول اي ما يسمى بمبادره جديده. أما بالجزء المتعلق هل يقدم أو لا يقدم، الحقيقة صار بده عرفين للتعاطي مع موقف رئيس الحكومة المكلف، لأنه واضح اليوم أنه يعيش في دوامة كبيرة، يعيش بتخبط كبير وجر البلد معه لهيدا الموضوع. على ما يبدو تم استنفاد كل محطات وملاجئ الهروب اللي كان يلجأ لها فيها الخارج من أجل إيحاء أو الإيحاء للبنانيين بأنه يقوم بدور ما من أجل تسهيل تشكيل الحكومة في الخارج ومن أجل الحصول على مساعدات ودعم للبنان. تم استنفاد هذه الملاجئ واللي تبينت من أول يوم أنه هذا شيء غير صحيح، وهو هروب للأمام وهروب من المسؤولية ومن التشكيل الحكومي لأنه غير قادر على التشكيل الحكومي. اليوم هذا الموضوع استنفذ، كان ملجأه الأخير هي ما يسمى أيضا ما يسمى بمبادرة رئيس المجلس، اللي هي فعليا لم ترقى لموضوع المبادرة، يعني ما في مبادرة. ماتت هالمبادرة برأيكم؟ أنا خليني أقول لك شيء، أول شيء تنصحح ونصوب لحتى تكون مبادرة فعلية يجب أن تتضمن نقاط معينة وخطة طريق ترسم كيفية تشكيل الحكومة. كل اللي كان عم يصير هو تباحث بكيفية تشكيل الحكومة وخلينا نتنازل من هون ونظبطها من هون، وين القصص العائدة، بنروح نعمل اجتماع بهالجهة ونرجع بنرد جواب على هيدي الجهة. هيدي فعليا مش مبادرة، خلينا نقول مسعى ماشي الحال، نحن نتعاطى معه بإيجابية كبيرة. وطالما رئيس المجلس حتى في عز بيانه التهديدي والإلغاء اللي وجهه باتجاه رئاسة الجمهورية كان واضح أنه يقول في الأخير أنه هو متمسك بالمبادرة وسيستمر بها. نحن نتعاطى بهذا الشق بهذه الإيجابية مع، خليني أقول وهذا لا يلزم غيري بالكلام، مع اقتناعي بأنه لا يوجد مبادرة وأنه الرئيس بري حتى يبادر ويلعب هذا الدور يجب أو دور الوسيط المحايد والنزيه، هو فقد هذا الدور وهو حكم على مبادرته بالتعطيل، على الأقل بالتعطيل المؤقت، لأنه ليس يعني وسيطا محايدا على الأقل. طب سعادتك انحكى اليوم ببعض الصحف أنه ممكن يكون لوليد جنبلاط لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي مبادرة أو طرح جديد على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، ونحن ندرك وليد جنبلاط بهالمرحلة عم بيكون بموقع الوسط يعني على الخطين بصراحة، يعني مواقفه واضحة وامبارح دعا للتسوية جددها. في شيء طرح بجوكم اشتراكي ممكن يسهل ولا لا بعد ما في شيء؟ خليني أقول يعني يسجل إجابة لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، النائب السابق وليد جنبلاط، بأنه يتعاطى بمسؤولية كبيرة وبموضوعية تلامس دقة الوضع في لبنان،
وأنه هذا الرجل يتعاطى بالطريقة التي يجب التعاطي بها من كل الأطراف، خاصة من رئيس الحكومة المكلف. وشفنا أنه حاول يعمل جولة اتصالات ومروحة من الاتصالات، وأكد على ما كنا نقول نحن فيما يتعلق بموانع تشكيل الحكومة التي يقف عندها سعد الحديدي كرئيس حكومة مكلف، ودعاه إلى التسوية مرة واثنين وثلاثة، ويشدد على هذا الموضوع، فهذا يسجل له. هلأ خليني أقول أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني خليني أقول مبادرة أو صيغة مطروحة من قبله، ولكن لا يزال في مكان الدعوة لهذا الشيء. يعني إذا عنده مسعى معين و مبادرة محددة أكيد نحن نتلقفها بإيجابية، يعني تضاف إلى تعاطينا الإيجابي مع موقفه اللي بالفترة الأخيرة يعني يدعو إلى الاتفاق والتسوية إنقاذا للوضع في لبنان. صار في شي لقاء بين الوزير باسيل وحزب الله من بعد البيانات، دخل على الخط الوسط ولا لا؟ بعد في من يعني حسب معلوماتي بآخر بيان، يعني وقت اللي صار في نوع من خليني أقول بيانات المتبادلة، صار في اتصال من أجل التهدئة، وبالأيام الأخيرة ما عندي علم إذا عاد صار شيء وأنا مع يعني ما عرفت. طيب. بس لا أعتقد فيني كلمة فيني الوزير باسيل ستمهد لمبادرة الرئيس عون بالأسبوع المقبل بكرة في كلمة، قيل أنه كلمة حكون فيها. يعني الوزير باسيل غدا بيعرض كلمته، كلنا سوا رح نكون بانتظاره. الأكيد أنه هي كلمة تعبر عن التيار الوطني الحر عن بلسان رئيسه، بتعبر عن موقف التيار الوطني الحر، وتعبر عن رؤية التيار الوطني الحر للخروج من هذه الأزمة. رئيس الجمهورية هو من يضع يعني خطواته ومبادراته والحلول التي يراها مناسبة. بطبيعة الحال نحن خليني أقول سيف الرئيس، ونحن نواب الرئيس، ونحن جمهور الرئيس، نحن وراءه بكل هذا الموضوع. أما الكلمة فهي كلمة التيار الوطني. عال ختاما في كلام اليوم للدكتور سمير جعجع، ما بعرف إذا قدرت تطلع عليه، يقول إنه من يتحدث عن حقوق المسيحيين عليه أولا وقف التهريب المدعوم والمنظم يلي كلف المسيحيين مدري كم دولار، مليارات الدولارات، وأكثر من ذلك. يقول إنه هيدي الكذبة الجديدة بالحصول بالحفاظ على حقوق المسيحيين، هيدي أكاذيب التيار من بعد أكاذيب التحرير وسيادة الدولة، وإنه كل الهدف هو تضمنه تأمين المستقبل السياسي لجبران باسيل من بعد ما حكم الشعب عليه. يعني المؤسف اليوم انه شخص مثل سمير جعجع بيعتبر حاله زعيم حزب معين او عنده وجود حزبي وسياسي معين، يكون هو مسوق لشائعات ولأضاليل واكاذيب على هذا المستوى، يعني بموضوع المستقبل السياسي وشيء من هذا النوع. واضح انه من كذب عن الحقوق المسيحيه اللي هو تاريخ من الحروب التي قامت على اساس هذا الموضوع وتحت هذا العنوان وامن المجتمع المسيحي وحقوق المسيحيين، وشفنا بكل المحطات كيف تم التنازل عن هذه الحقوق ونسفها والتواطؤ ضدها بدءا من تصفيه اغلب القيادات المسيحيه اللي كانت مناوئه له، ومرورا بمحاوله تصفيه البقيه التي لم يستطع تصفيتها، وصولا تواطؤ لاسقاط مره قانون الانتخابات اللي كان يسمى القانون الارثوذكسي، وكل الخطط اللي موضوعه من قبل وزراء التيار الوطني الحر كان يتواطأ مع قوى يدعي انه هو ضد ب8 اذار في الحكومه، وكان يتواطأ معها من اجل اسقاط هذا الموضوع. يعني وصولا لليوم اللي ما سمعنا منه ولا من نوابه ولا كلمة بردا على أو توضيحا أو موقف على اللي نقال بكلمة أو ببيان رئاسة المجلس النيابي على أنه رئيس الجمهورية لا يحق له تسمية حتى ولو وزير واحد. خلي خبرنا بكرة إذا هو طامح يعمل رئيس جمهورية، وأكيد ما بيصير. ليش ما بده يصير؟ بالعكس هن عم بيعولوا انه الانتخابات بتحقق لهم اكثر منكم كتكتل بصراحه، وانه هو بلا مرشح هو اقوى ثاني واحد مسيحي. ليه ما حد يوصل؟ خليني اقول لك شيء، يعني هذا يمكن بدها حلقه تتناقشي له كل افكاره، بس انا خليني اقول لك موضوع تنهي اول جزء قبل ما اجاوبك على هيدي. فبكره يخبرني يبقى
وقت اللي هو بأيد هو أو غيره اليوم بأيده، خاصة من ما يسموا بالقوى المسيحية أو الأحزاب المسيحية، يؤيد ما قاله رئيس مجلس النواب عن أنه رئيس الجمهورية ما بحق لا تسمي ولا وزير، بكرة يخبرني إذا هو صار أو حدا من حلفائه أو حدا من اللي داعمون يبقوا يخبروني ساعتها شو موقفهم بهذا الموضوع، وكيف هيدا اللي سلموا به اليوم تواطؤا واستسلاما وانهزاما كيف بعدين بدهم يغيروا. هيدا من ناحية. من ناحية تانية اليوم ليكي بتعرفي شو هي أربح تجارة بالعالم؟ شو هي؟ أربح تجارة بالعالم إنه الواحد يبيع حاله مثل ما هو متمن حاله ويشتري حاله مثل ما الناس متمنته، وهيدا اللي صاير معه، بيبيع حاله فكر حاله إنه هو اليوم يعني كاسح السوق وكاسح الأرض والشعبية، وانه هو راح يصير الرقم واحد، وهيدي هيدا كلام كبير يا استاذ جورج انه عم بيبيع حاله. هيدا كلام كبير يعني انه الدكتور جعجع عم بيبيع حاله. يعني انا خليني اقول لك، انا اعطيت هيدا المثل بس على كل حال وقت اللي هو وجماعته بيعترفوا حالهم بالفندريزنج وكيف بيقبضوا من برا، فما حدا خبرني عن بيع الحال على شيء. انا هلا اعطيت مثل عام ينطبق على الفكرة السياسية، بس إذا بدك تاخذيني لهيدا الموضوع أنا بردك لعند وقت اللي قالوا هذا فاندريزك وقبضنا كرمال الانتخابات تنربح الانتخابات، ولو في نيابة عامة حقيقية تلاحق بشكل عفوا خليني يقولوا تلقائيا الجرائم منصوصة، هيدا كانوا بيجروا كلهم سوا على هيدا الكلام. شو بدك اعتراف أكتر من هيك بأنه هني قبضوا مصاري لحتى يعملوا انتخابات ويربحوا على أطراف لبنانية تانية وقبضوا من دول تانية وسموها فاندريزنج؟ خلص يعني هذا كلام سائط على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الأخلاقي حتى. بدي أشكرك على هذه المداخلة، دائما عندك معلومات قيمة جورج عطلة، شكرا لك. بيكون لنا طبعا حوارات أخرى معك أستاذ. نقول في شيء تعليق بالسياسة قبل ما نكفي الاقتصادي؟ أنا بفضل نركز على الاقتصاد لأنه بقدر من الموضوع الاقتصادي موضوعي ويستند على وقائع وحقائق علمية، الموضوع السياسي هو وجهة نظر. ايه. وانا بفضل ركز على التجاره التقليديه يعني اللي فيها. خلينا بموضوع المصارف، رح احكي معك سياسي بس بالوضع العام بالمصارف. يعني نحن قادمون بنهايه حزيران انه المودعين يبلشوا ياخذوا مصرياتهم ولو جزئيا. مبين انه الاعدادات قائمه على قدم وساق، انه هل ال 400 دولار بالدولار وال 400 ما يوازيها باللبناني، نص بطاقه تنزيليه يعني او بطاقه سحب والنص الثاني نقدي، هيك مبين نقدي. ما حيعمل كتله نقديه بعد في نص، ما هو قال يعني قالوا بمصرف لبنان وراح يكون حجمه تقريبا 27,000 مليار. طبعا لازم يكون في تدابير لامتصاص هيدي السيوله الفائضة، وكله هيدا مثل البطاقة التمويلية، هيدي كلها أمور مؤقتة بانتظار الحل الشامل. ست جوال، الحل الشامل نحن طموحنا أنه اللبنانيين يقدروا يحصلوا ويرجعوا يسترجعوا الحصة الأكبر من الودائع تبعيتهم، ولكن اللي عم نحكي عنه اليوم هو بعده شغل على الهوامش. بدي أقول لك شغلة، إذا الدولة اللبنانية ست جوال ما اعترفت بمسؤوليتها، انت عندك اليوم فجوه ماليه بين 50 و60 مليار، وعم نحكي انه نرد مليارين من هون وثلاثة مليار من هون. ال 50 مليار خلينا نسميهم اذا الدوله ما ردتهم لن يرى المودعين اموالهم، فاللي عم بيقول انه بدنا نحمل المصارف وحده والمودعين الكبار وهذا بيكون خاطئ كليا، لانه المسؤوله الاولى هي الدوله اللبنانيه وعليها انه ترجع تسكر دينها. بدي اعطي مثل بامريكا بال 2007 و2008 لما صارت الأزمة الكبيرة، الدولة الأمريكية مدت المصارف بأموال، ضخت أموال كبيرة هبل يعني عم نحكي بألوف المليارات مشان تتوقف على إجريها، مع العلم أنه هي كانت أخطأت بالرهانات العقارية الساب برايم اللي هي مسؤولة عنها كانت المصارف، يعني مين اللي ماشي على الطريق يمضوه وعارفين سلف انه مش رح يقدروا يستردوا اموالهم. صح، وقتها قيل كانت النظرة غير صائبة. نعم. بينما هون المصارف مولت الدولة، بينما الدولة اللي هي اخطأت. فإذا بأمريكا ما كانت مسؤولية الدولة وقفت حدهم، كان بالحرب ببلد مثل لبنان، ونحن القطاع المصرفي لا قيامة من دون قطاع مصرفي سليم. فإذا اليوم المودع اللبناني لازم يوقف إلى جانب المصارف مشان تنضغط على الدولة
ترد أموالها للمصاريف والمصاريف تردها للمودعين. ما في غير حل. إيه بس هيدا سيناريو بده وقت، يعني الدولة ترد أموال هيدا بده مفاوضات مع النقد الدولي. معلش مش مشكلة إيه أكيد، بس خلي الأول شيء الاعتراف، أول شيء الاعتراف، وبعدين بيصير في صندوق سيادة. مش ضروري إن تبيع أصول الدولة، مش ضروري، فيها من استثمار أصول الدولة ترجع ترد أموال، فيها هي تعترف بالدين وتصدر سندات دين لصالح النظام المصرفي اللبناني. نعم. يعني مصرف لبنان والمصاري، هيدا السبيل الوحيد لإعادة الودائع ست جوال، وإلا منكون نحن عم نحكي على الهوامش الضيقة. بس على ضيقتها هي مهمة، مثل التعميم 158 أنا معه، ولكن يراعي وضع المصارف، لأنه المصارف هلكت لتجيب 3%. إذا رجعنا استرديناهم، وحتى لو عطيهم لنهاية 2022 مشان يرجعوا يكونوها، رح تكون صعبة العملية إذا الوضع المالي والنقدي بعده على منحى انحداري. فإذا أنا كنت فضلت مثل ما عم بقول نجيبهم كلهم من الاحتياطي الإلزامي، ولكن نحن اليوم البلد صفى كونتوار، المصارف صارت كونتوار، خروج خروج خروج. بدنا نوصل لمرحلة ترجع الأموال تفوت على لبنان، تفوت على النظام المصرفي. هيدي عم بحكيها أنا بكل موضوعية. إذا صار في حكومة ممكن خلال 2022 ممكن أنه نقطة الارتطام نكون يعني طلناها والتحول يكون صار. بس ست جوال أنا بدي أوضح شغلة فاتني أولى بالجزء الأول، هي نحن عم نحكي عن 30 سنة، بس نحن كمان عم نعالج زيول الحرب تماما، مثل ما الشأن السياسي الجرح السياسي ختم على زغل بالحرب بلبنان، ما صار فيه مصارحة ومصالحة، ما ختم. ونفس الشيء الموضوع المالي والنقدي، لأنه البلد كان منهوب بهذاك الوقت. نعم. تتذكري من قبل الميليشيات وغيرها، ولما فتنا بمرحلة إعادة البناء ما كان في ولا قرش قدامنا، فمشان هيك الاستدانة كانت حتمية بهذاك الوقت. ضيفي على هالشيء انه في شغله كارثيه صارت بهداك الوقت، هي دولره الودائع ودولره الاقتصاد. يعني ظهرت من الحرب نسبه الدولره اكثر من الثلثين كانت، وهيدي بتحتم عليك انك تجيبي دولارات باي ثمن من برا. فاذا نحن عم ندفع سعر يلي صار اخر 45 سنه، شفتي كيف؟ وهيدي مش عم بقولها من باب الفن للفن، لا، مشان تنشوف كيف بدنا نعالج وكيف ما نرجع نوقع بهالأخطاء هيدي. قبل ما نفوت حكومة وقبل ما يدهمنا الوقت، مش معقول ما قطع على الكابيتال كنترول. نعم. اليوم يعني شفنا التعميم، خليني هيك بالتزامن لأنه ملفت التوقيت، صدر تعميم مصرف لبنان 158 ونحكى عن بدء رد الأموال، بعد يومين هناك نهاية لدراسة الكابيتال كنترول بلجنة المال والموازنة، وأحيل هيدا الاقتراح القانون، يفترض أنه تقر الهيئة العامة من بعد ما دراسة، ما بعرف قد بياخد، يقال لنص تموز أن يقر. ولكن ألفت أكثر استاذن أولى كلام الصندوق النقد الدولي يلي طلع قال أنه لا حاجة وفاجأ أكثر الآن للكابيتال كنترول. هل هذا الكلام طير الكابيتال كنترول؟ لان انا عم بسال كذا سؤال بزيت، لا معلش بزيت السؤال، بس بعرف لان تجاوب دغري عليون. وماذا عن التوقيت بين التعميم والكابيتال اوكي كنترول؟ هلا تذكري انه الاقتراح القانون يلي اجا من مبادره مجموعه من النواب، يعني بنتذكر ألان عون وابراهيم كنعان وياسين جابر وغيرها، هن بلشوا بالكابيتال كنترول في غياب مشروع اتم الحكومه. مزبوط. الحكومه حطت مشروع على الطاوله رجعت سحبته. فاذا بايار 2020 النواب رجعوا حطوه على الطاوله، وانما بسبب الكورونا وانفجار المرفأ واخذ وقت، اخذ وقت الموضوع. بالتزامن مع هالشيء مصرف لبنان مش هلأ بس بلش يحكي بال 158، هذا الكلام مع المصارف بلش من شهرين. صحيح العالم ممكن تقول انه التزامن منه بريء. نعم. ولكن ممكن يكون صار فيه اذا بدك هالتوازي، جزء منه بريء جزء منه مش بريء، يمكن انما بالجزء البريء انا مع اكيد انه يتوزع اموال للناس. نعم. هلأ الكابيتال كنترول تأخر كثير ما في شك، ولكن بعده اليوم مفيد، أفضل بعده من المشي. اكيد افضل من المشي. هلأ انا بفهم صندوق النقد، صندوق النقد قال هو انتقد التوقيت، ما انتقد الكابيتال كنترول بحد ذاته. الكابيتال كنترول بحد ذاته هو حاجة أساسية
اولا مشان تيكون في نوع من المساواة اذا نعم. بدك بين المودعين، مشان تيكون في آلية قانونية وعدة شغل قانونية كمان، لانه حدد المسؤوليات مسؤولية كل طرف، يعني مصرف لبنان وال يعني الهيئة المصرفية العليا والقضاء، يعني كلهم سوا عندهم ادوار، وكمان لحماية المصارف يعني حماية النظام المصرفي بشكل عام. فنعم مهم، ولكن صندوق النقد معه حق بأنه أنت بحاجة لسلة كاملة، لسلة كاملة. يعني ما فيك أنت اليوم يجي مثلا مصرف لبنان ياخد تعميم، يجي يصدر مرسوم من المجلس أو من مجموعة من الوزراء، أو أنه مثلا القضاء ياخد قرار، أو أنه مجلس النواب ياخد قانون، فصار فيه عمليا معمعة، صار فيه معمعة. مثل مثلا بدي أذكر بموضوع المجلس الشورى الدولي، هذا القرار أنه ممنوع الواحد يسحب أمواله إلا بعملة الوديعة. طيب هذه كانت رجعتنا على 1500، شفت كيف؟ وهذه عملت يعني ضعضعت الوضع المالي بالبلد، والدولار بلش يرتفع من وقتها. تتذكر يعني طلع من 12000 13000 14000، طبعا بالتزامن مع موضوع التعميم. إنما اللي عم بقوله لازم كل القرارات، كل السلة هيدي تتاخذ من قبل الحكومة، شفت كيف؟ بالتفاوض مع صندوق النقد. في غياب الحكومة اللي عم ياخذ القرارات الحاسمة اليوم هو مصرف لبنان، ما حدا تاني. طبعا منا مثالية، طبعا منا مثالية، ولكن أفضل من الفراغ. الفراغ بفوتنا كان بشريعة الغاب. التعميم سيكون بند برأيك، ممكن أن يكون بند ضمن القانون الكابيتال كنترول؟ الكابيتال كنترول يعني بكلامنا مع النواب هو هيدا قانون إطار، إطار بالتأكيد بده يكون جوا، لأنه أنت السحب والتحويل هن بيأدوا للنتيجة ذاتها، هي خروج إذا بدك العملة الصعبة من المصارف، فهي النتيجة هي ذاتها أكيد بدها تكون مسؤوفة. وأصلا قالوا أنه نحن اليوم ما رح نحدد أرقام، بدنا نقول مثلا بين 400 و800 دولار، بين 15 مليون و20 مليون، بين كذا وكذا، ولكن هيدي تحويلات وسحب، بطبيعة الحال بدهم يكونوا هن متداخلين متناغمين مع بعضهم البعض، مش رح يفوتوا ببعضهم. وأنا توقعاتي لما يعني تسمع النواب لجنة المال بتشوف أنه في حرص يعني على هالموضوع، لا بأس أنه لجنة الإدارة والعدل تاخد وقتها، لأنه يمكن بيعتبروا أنه لازم يصير فيه تحسين من هون أو من هون. بس مبدئيا بنص تموز سيقر أنا ماكسيموم. ما لا ما بقدر أنا حط مهل، أنا بقول أنه بالمبدأ سيقر، أنا هيك حاسس. والتعميم سينفذ بغض النظر عن ما أقر الكابيتال كنترول ولا لا، صح؟ التعميم بده تعميم أكيد، يعني زمنيا جاي قبل الكابيتال كنترول، لأنه أول استحقاق بنهاية حزيران، بطبيعة الحال بده يركب، لأنه العالم اليوم عم تفتح حسابات. يعني أنت بدك تستفيدي من التعميم، بدك تفتحي سب أكاونت، بدك تجمعي يعني أموالك، بدك تشاوري فكرك، تشوفي كيف بدك تستفيدي منه. فالآلية مشيت بمصرف لبنان وبالمصارف وعند المودعين. فأنا بشوف ما في رجوع لورا بهالموضوع. كنت عم تحكي عن أستاذ سمير حمود، نعم. كان في له يعني كلام لافت على موضوع سعر الدولار وقدي ممكن يوصل. اليوم استاذ نقول عم نشوف الدولار ب 15 وب 16000 بوقت يلي كتير راهنوا على منصة صيرفة، نعم. انه هالمنصة تقدر تلجم ارتفاع السعر بالسوق السوداء، ظاهر فشلت هالمنصة. لا بعد بكير، يعني ما إلا غير جمعتين ثلاثة بلشت نشاطها، وشفنا انه التنين الجاي رح يكون في إحالة لهيئة المصرفية العليا، مشان لانه مبين انه الأحجام تبع التبادلات هي هزيلة كانت. فإذا وبعدين صارت بدها تكون الأسعار، وهذا يومية، عرفت كيف؟ التداول بده يكون يومي، هيدي بدها تنشط شوي. ولكن طبعا ما حدا رح يقدر يلغي السوق الموازي، خلينا نكون واضحين ست جوال. أوكي. لازم يكون في ماركت ميكر كبير يعني لهالمنصة، بعدين ما كل الناس قادرة تستعملها. هلا صحيح إذا بدك نظريا، نعم. كل القطاعات وكل حتى الأفراد قادرين يستفيدوا، ولكن اليوم إذا بدك القطاعات التجارية غير الأساسيات، غير الأكل والشرب والمعقمات وهدول، عندها صعوبة تتقدر. مثلا إذا القطاعات السلع المعمرة أو الكماليات، هل رح تقدر تستعملها؟ بشك أنه تقدر تستعملها. فإذا جزء كبير من النشاط رح يبقى برا، ولكن أنا بقول إنه لازم نعطيها فرصتها للآخر، لأنه أولاً بترجع بتقطر
موضوع الصرف بتحطه يعني بين ايدين الدوله اللبنانيه، ما بيبقى اذا بدك هال البلاتفورم يعني موجوده خارج لبنان عم تعطي اسعار بالطالع والنازل. لا، بدنا نقدر نحن نرصد حجم السوق، بدنا نشوف شو هي الاسعار، وبدنا نقدر نضبطها بالحد الادنى كمان. هيدا منه طرياق، انما هيدا خطوه حتى متواضعه بالاتجاه الصحيح. فكل شيء رايح بالاتجاه الصحيح نحن بدنا ندعمه. شفت وين القصة ست جوين؟ اوكي، بسعر الدولار شو مصيره بهيك وضع؟ يعني هلا انا عم بتشيري السوق السوداء مش ممكن تنلغى، ومظبوط وفي افراد في حاجه يعني لها. بعدين ست جوين معروف انه في دولارات عم تظهر. كيف السلع عم تظهر لبرا؟ الدولارات عم تظهر لبرا. بدي اعطيكي مثل صغير اليوم. هلا يلي العائدين الى سوريا بدهم يفوتوا معهم الزاميا مجموعه من الدولارات. يلي اليوم بده يظهر من التدريب العسكري أو الخدمة العسكرية كمان بدهم يدفعوا مجموعة من الدولارات. وصفة القوانين عم تسمح للإخوان السوريين أنه يكون عندهم يتداولوا بالنقدة بمئات ألوفات الدولارات سنويا. هيدا الدولارات قسم منا رح يجي من لبنان، فما نغش حالنا نحن بهالموضوع. شفتي كيف نحن منا إذا بدك اقتصاد مسكر من هالناحية هيدي. يا ريت نحن قادرين نحافظ على دولاراتنا بالداخل. قسم كبير منا عم يظهر لبرا، هيدا بشكل يعني معروف، ما بده اثنين يحكوا فيها القضية. فإذا أنا بفهم كلامه للأستاذ سمير حمود عطى رقم كتير عالي، بس عطى رقم بس يعني هو هيدا يعني أنا ما بدي كرر الرقم. هيدا إذا بدك من الناحية المجازية هو عم بيصور صورة، عم بيقول عمليا أنه ما في سقف، ما حدا بيقدر يحدد لوين ممكن يوصل الدولار. أنت كمان بتشاطره هيدا الموقف؟ أنا بشاطره ليك، لأنه في عدة اعتبارات. في اعتبارات نفسية، العالم عم بتخزن دولاراتها ببيوتها بعدها، وهل اذا بدك هالعقم السياسي اللي عم نشوفه هالمراوحه يعني اكثر من مراوحه، حتى اكل هالهريان السياسي. شفتي كيف؟ ضيفي على هالشيء كل ما انت تكبري الكتله النقديه بالليره كل ما حيكون في تضخم وبالتوازي مع اذا بدك تاكل الكتلة النقدية بالدولار، لأنها عم تصغر. هيدي عم تصغر. هالراشيو هيدا بين اللبناني الكبير والدولار الصغير بيطلع سعر الصرف. هيدي شغلة علمية. طب يعني التعمي 158 حيطلع سعر، مش هو رح يطلع، حيساهم يعني الكتلة النقدية اللي بدها تكون موجودة بالسوق، التضخم والقدرة الشرائية حتتراجع وتلقائيا. يعني نحن عم نحكي بلغة اقتصادية. لا، لأنه إذا بدك ال 400 دولار اللي عم بتضخيها هلا رح يستعملون المواطنين. في ناس بدها تستعملها، رح أقول لك ليش. لأنه يلي بيستعمل يلي بيلجأ لل 158 بطل قادر يستعمل ال 151. قصدك 3900؟ 100%. لأنه فإذا هو أنجا يكفوا لي ست حاجاته. شفت كيف؟ دونك في مكان ما أكيد قسم منهم رح يتخزن، ولكن قسم رح ينصرف. فإذا رح يكون في عرض ولو صغير لبعض الدولارات النقدية اللي هي قادرة إذا بدك على القليل تخفف من خطر انفلاش الكتلة الورقية بالليرة اللبنانية. شفت كيف؟ طب في أسألك بس بتجاوبني، أنت قراءتك نقولها شماس، الدولار ممكن يحل إلى بعد مستويات 20 و30 ألف؟ لا، بصراحة أنا إذا بدك أنا مصداقيتي العلمية يعني ما بتسمح لي إني أنا أفوت بهالتكهنات. على كل حال غالبية الاقتصاديين ما بيعطوا أرقام. أي معهم حق. بس مثل ما شايف الأمور إنه ما حيوقف على سعر محدد، حنكون مش انخفاض إنما ارتفاع بس هيك، لأنه العالم بهمه إن يعرفوا إنه شو ناطرهم. لأنه كل كلمة على كلمة، إذا خبير فوق مسؤول فوق كذا بيعطوا هيك انطباع، بيتكون عند الرأي العام نوع من الهستيريا. لأنه بالاقتصاد الشق النفسي بيلعب دور كتير كبير. فأنا ما بدي يكون جزء ولو بسيط إذا بدك من هلا في كتار يحكوا يعني حكيوا كل مين يتحمل مسؤوليته؟ كل مين يتحمل مسؤوليته؟ نحن ما منهول على العالم. نحن لما منشوف أنه الحجم المصيبة كبير منقول عنه كبير، إنما تكهنات
والمساهمة في تسويق الوضع لا أنا ما بفوت فيه يعني. خليني أحكي بالمدى ألون تيرم عندك اثنين سيناريو. شو هن؟ سيناريو إذا تشكلت الحكومة هلا يعني ما بتعرفي هذا لبنان بلد العجيب ما بتعرفي يمكن اليوم إجا جوزيف بوريل من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن رح يفرض عقوبات وبسحر ساحر بسحر ساحر يمكن تمشي الحكومة هيك ونحن واضح إذا صار في حكومة هون أنا بقدر أكد لك إنه سعر صرف الليرة بده يتحسن أكيد يعني ما في اثنين يحكوا فيها لا بتكون عادة الثقة بنكون فتحنا باب التفاوض يعني مع صندوق النقد وبكون جزء من اللبنانيين بظاهر أموال من التخزين وبيقدر يستعملها بتفوت بالدورة الاقتصادية حتما الدولار يتوجه نزولا بهذاك الوقت أوكي. أما إذا كفينا بهالمراوحة القاتلة بأيلول ورايح ليه بأيلول ورايح لأنه هلأ رح يصير في بوز بسبب الصيفية والمغتربين بيجوا بيصرفوا شوية مصاري تعول على هالفترة أكيد نعول نحن كقطاع تجاري اسمحي لي أقول كنتين على القطاع التجاري يا بعد أحكي كان حكومة وقطاع تجاري نعول, نعول كثيرا على هالموضوع تذكري بست شهور نحن سكرنا تقريبا شهرين بسبب كورونا ضيفي لهالشي كل يعني الويلات بعد انفجار المرفأ وتراجع القدرة الشرائية وغيرها نحن شغلنا تبخر يعني مؤشر جمعية تجار بيروت فرنسا بانك نزل إلى ما دون 10% يعني تصور اليوم ست جوال نشاطنا هو أقل من 10% من ما كان عليه من 10 سنين فإذا أي بونبونة أكسجين أي جرعة أكسجين جاي من الخارج لأنه الداخل وصل لمدى الله يساعد اللبناني الله يساعد العيال اللبنانية والمستهلك اللبناني اللي بطل عندهم قدرة شرائية معولين كقطاع تجاري على هالفترة يعني صيفية خليني أقول أكيد أكيد نحن معولين على المغتربين اللي بدهم يجوا وهن بالنهاية بدهم يظهروا بدهم يتسوقوا وهيدا ندائنا لهم نعم. إنه نحن بحاجة لكم نحن بحاجة لأموالكم أكيد القطاع التجاري وغير قطاعات مفروض يجي قطاع السياحي معول كمان أكيد مفروض يجي أموال من الخارج مشان تفوت بالدورة الاقتصادية الداخلية هيدي شغلة لا مفر منها ست جوال لأنه الأموال اللي مجمدة بالمصاري ما فيها تتحرك والدولارات القليلة عم بتكون ببيوت العالم فإذا أنت بحاجة لأموال طازجة من الخارج بدي أحكي على أضراب الاتحاد العمالي العام معلش لو شوية وقت بعد عندي كيف شفته يعني قلنا نحن حتنزل كل هالعالم هالمواطنين وحيشاركوا لأنه المطلب هو مطلب للكل وكل العالم بدها حكومة يعني وإذ هناك من قال أنه ركبت الأحزاب موجة هالإضراب والمفاجأة أنه ما كان في هيدا الحشد ما نحن أنا شخصيا كنت متوقع أنه ما يكون في حشد وأصلا كنا نحن الهيئات الاقتصادية مع قيادة الاتحاد بالهيئات الاقتصادية نهار الأربعاء فأولا لما هالأحزاب ركبوا هالموجة اعتبري أنه فكسوه فرط التحرك لأنه أعطوه معاني دعم هيدا ليه فرط لا فرط مش يعني عمليا لما السياسيين صفوا عم بيتظاهروا ضد حالهم وعم بيواجهوا بعضهم ما بقى بتعطي جدوى أكثر من هيك هيدا كان التحرك الرابع قلت له أنا للرئيس بشارة أسمر قلت له يا عمي كل ما تكبر العناوين يوم غضب عظيم ويوم كذا كل ما تكبر الحجر كل ما تنقص الأعداد وهذا اللي صار اتمنى علينا أنه نحن نعمل إقفال قلت له لا منا واردة نحن نعمل إقفال نحن القطاع التجاري هلك من أول السنة لليوم كان في تمنى أنكم تقفلوا المؤسسات كان في تمنى وبعدين ما فيك أنت قبل 6-7 ساعات تجي تقلي تعال سكر معي لا هيدي ما بتصير هيك هو رئيس بشارة أسمر قال على التلفزيون أنه أنا قررت عن حاله مش أنه الاتحاد العام أنا قررت من جمعتين أنت بتقرر بده يمشي القطاع التجاري وراك لا اسمح لنا فيها هيدي القطاع التجاري بيمشي ورا حاله القطاع التجاري عنده مشان هيك فشل الإضراب لا القطاع التجاري ما ساهم هيدا كان إضراب قطاع عام لأنه إذا بدك شعارات الاتحاد العمالي العام هو دعم سلسلة الرتب والرواتب شفنا وين وصلونا هو دعم سياسة الدعم قلنا له يا خي خلينا نوقف الدعم نروح على البطاقة التمويلية أخطأ اليوم بشارة الأسمر برأيك أخطأ بشارة الأسمر عم بكبر توقعاته بشارة أسمر لوحده هو إنسان طيب دكتور أسمر أنا بحب يعني أقعد معه على الصعيد الشخصي هو وزملائه ولكن حساباتهم مش مضبوطة حساباتهم أولا مش قادرين يتحركوا بلا الهيئات الاقتصادية ما فيك تجي تحطينا نحن أمام الأمر الواقع ما فيك أنت تجي أنت دائما رأس حربة بكل شيء
بدكم تعارضوا. نحن بدنا نلعب دورنا، ولكن للأمانة أنا بدي أقول نعم، على طلب من الرئيس محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية طلب أنه يصدر بيان تضامن، وأنا قبلت رضخت بهالموضوع على مضض يعني بدي أقول أنه بس هيدا بيان إنشائي، يعني ما كان عنده مفاعيل على الأرض. هلأ عم بتوضح أنه أنا صح طلعنا هالبيان تضامن. أنا عم بحكي عن حالي، هو رئيس محمد شقير بيمون، قلت له أنت بتمون على الغالي، بده يتضامن مع مع الاتحاد العمال العام مشان تتبين أنه هيك صورة تضامنية. فإذا ما حطينا كلمة إخفال، حطينا كلمة تضامن، تضامن معنوي، لأنه مثل ما عم بقول نحن ما منركب فاغونتنا وراء قاطرة أي حدا، هيدي شغلة أكيدة، ونحن مش مستعدين نسكر. نعم. نحن بدنا نشوف كيف بدنا نفتح وكيف بدنا نزيد بعد ما دقيقة بفتكر إذا مش أقل. أستاذ نقولة، بدي أختم معك هذا اللقاء بسياسيا، مثل ما رايحة الأمور، أنت مع أن تشكل حكومة برئاسة سعد الحريري؟ أنا هيدا جوابتك عليه من 6 أشهر والجواب بعده زي اليوم، اختلف الوضع اليوم بعد ما في حكومة، ما في حكومة. أنا بقول إنه هيدي المواقع ميسائية، الأقوى عند المسيحيين والأقوى عند الشيعة والأقوى عند السنة، يعني حتى تكتل لبنان القوي عم بيقول نحن نتمنى على الرئيس الحريري يشكل حكومة. نعم، جوابي إنه لازم الرئيس الحريري يتوافق مع فخامة الرئيس، لازم يقعدوا مع بعضهم، هن المعنيين الأساسيين، كل الوساطات مفيدة، وساطة فرنسا، وساطة رئيس بري، كلها مرحب فيها، كلها مباركة. وساطة رئيس بري إذا هو منه محايد كيف وسيط؟ هون بيقولوا لك هيك فريق الرئيس. وساطة حزب الله، وساطة وليد جملاص. وساطة الكل، مرحب فيها. ولكن بنهاية المطاف يلي عم يشكل الحكومة هن شخصين، هن لازم يقعدوا مع بعض، كل مين يلتزم بصلاحياته الدستورية، وكل مين هيك يعني رح شوي الموضوع، يعني شوي من هون في شوي حكومة ولا لا بالمدى المنظور؟ أنا بشك للأسف، قديش بتمنى ولكن ما مني شايفة. شكرا لك على هذا اللقاء الشيق دائما نقولها شماس. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.